النهارده نزلت انا وخالد النهدي قريه ناهيه، كان دوري ان انا اعمل الفيلم الدوكيومنتري، يعني بنصور الداتا عشان نرجع بقى نمنتجها ونطلع منها فيلم دوكيومنتري عن القريه. خالد كان بيعمل بحث ميداني عشان يبقى الموضوع واقعي، لما نكلم الناس نبقى عارفين ايه فعلا المتطلبات، يعني عايزين مدرسه، عايزين جامع، عايزين صرف صحي، عايزين ميه، واتيفر بقى بنتكلم عن ايه، بس يبقى الموضوع كله واقعي من القريه نفسها. فيها 15 بيت صح؟ بس مفيش غير كده بس، والمكان اللي انت كنت فيه عند الليل الكبيره نهى ده بس. اوكي، يعني هي نهيه هي بس هنيك وقت ما دي ده تبع علينا، بس دي مفيش غيرها، القريه زاره ملمومه. وشوفي يعني فيها حاجات ايه غير البيوت؟ فيها مثلا مستوصف فيها. هنا لا، هنا ابيض يا ورد، مفيش حاجه ابدا خالص نهائي، واقعين. ايوه طيب، وايه الحاجات اللي بتعوزوها؟ يعني مثلا لما بتعوزوا طبعا بيروحوا يشتروا ميه، واحد مريض على ما يروح المستشفى يكون مات في السكة، مسافة كبيرة طبعا. ايه اقرب مستشفى لحد هنا؟ يعني بتاخد قد ايه لحد ما توصل؟ بتاخد بس بتاع ساعة، يعني عندك كان في حالتنا من 100 اسبوع على ما راح جت جلطة مسكتهم. قولي اسمك ايه؟ عندك كم سنة؟ ايه؟ عندك كم سنة؟ ما فيش دخل؟ لا ما فيش. في عندكم ولاد في المدرسة؟ عندي ولد وبنت. ولد وبنت بيروح المدرسة؟ لا هم دخلوا المدرسة بس لما يعني ما كانش معايا مقدرة طلعتهم. طب عندك رقم مثلا، رقم تليفون اقدر اتصل معاكي؟ معايا رقم التليفون يا رجل. لا حتى رقم التليفون بتاعك كنا فلوس، يعني نبقى عاوزين اللقمة وندفع الفلوس. هو الشاتس عباره عن مشاهد للقريه كلها، تمام؟ وفي انترفيوز، يعني البنت مثلا بتتكلم مثلا عن الدراسه، فهنشوف حق مدرسه شويه بقى كده، في حد تاني هتلاقيه بيعمل انترفيو مثلا عن الميه، فاهم؟ فهنشوف على حنفيه الميه اللي بيشرب منها، لان الميه ملوثه، فاهم قصدي؟ يعني بقى انترفيو و والمشهد او الصوره بالظبط كده. يعني مثلا لو البنت بتتكلم عن البنت هنا اللي بتتكلم دي عن الميه، ايوه نرجع بقى للشوت واشوف بقى ندور على الشوت بتاعها التاني اللي هو اللي ايه في الميه بتاعتها. I can see it in pictures أو in videos. خلاص. Sequence the pictures يبقى مع بعض كفوتوز يبقى مع بعض. Sequence video يبقى مع بعض. ليه؟ مش حلو إنه فيديو وبعدين فجأة وقاس في صورة متحركة. فاهم قصدي؟ بس لما يكون sequence photo مع بعض ونعمل لهم movement يعني it looks much better. السلام عليكم وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالشباب الشباب المجتمعي، شباب العمل الاجتماعي اللي هو فعلا يعني ان شاء الله هيكون على ايده عمل كثير ونهضه وتنمويه في كافه بلدان العالم العربي ان شاء الله. وانتم ما شاء الله سمعتكم صعبهاكم، يعني احنا في السودان كنا بنشوف الدعايات بتاعت الورمان، كنا نتمنى انه التجربه دي تنتقل لكل العالم العربي. الحمد لله يسع الورمان بدا صغيره زي ما عرفت انه معناها هي النبته الصغيره اللي بتكبر، ونحن فريقنا اسمه كره الثلج، فان شاء الله نكبر سوا يعني ان شاء الله. احنا في وفود من السودان كثير انظرونا هنا، والحكومه السودانيه بعثت لنا وفد قانوني حضر يوم اليتيم. وانا حضرت مؤتمرات في قطر وفي البحرين، وحضرت مع الاخوه في كافه الدول العربيه وعرضنا تجربه الورمان، وان شاء الله احنا بنساعد اي نوع من انواع التنميه. نعم. لان شعار الاورمان هو رعايه مع التنميه، يعني التنميه والمشروعات الاجتماعيه لمن هم اكثر احتياجا للرعايه، هذه احد شعارات الاورمان. نعم.
ان شاء الله بكرة السلج اللي بتكبر وبتكبر وبتكبر ان شاء الله العمل يكبر ويكبر ويكبر باذن الله. ربنا يتغبر ان شاء الله. احنا نعملها بكره زي المزاد، مزاد خير ان شاء الله. فنان بدا بكذا، مين يزود؟ طيب احنا نهايه الهرمان قالت حتساوي كذا، مين يزود؟ يعني زي انه فعلا احنا عندنا مشروع من 100% احنا حصلنا منه مثلا من الهرمان 20-30%. معالي فقيه من السعودية. هبة الواشدة من الأردن. هي القرية دي لا تمتلك أي شيء من مقومات الحياة. هو يعني حشجعنا شوية إن المنطقة اللي أنت بتتكلم عليها مواديه لكتير للمناطق احنا اشتغلنا فيها. ممتاز. واحنا كده كده يعني احنا بنتحرك هنا سواء في مطار امبابه او في عزبه الخطيب او في عزبه خيزة او في المناطق اللي حوالينا، بناخدها مراحل بحيث ان احنا نغطي قريه قريه. بنحاول شويه نخفف من حده الفقر، سواء بمساعدات سواء بكذا سواء بانشطه تنمويه. فان شاء الله بعد الدراسه، انا بقول الدراسه لسبب، انا ممكن يعني ما فيش مبدئيا موافق على المشروع واحنا نقدر نشغل ان شاء الله في القريه، ولكن انا بقول الدراسه عشان اقدر اقول انا هقدر اقدم ايه. في اي حد تاني غيرك، غير حضرتك، غير حد يعني الجمعيه نفسها تقدر كمان تساعدنا اذا بتعرف في منطقه نهايه او هو اول حركة نقطه. هو انا عضو مجلس اداره انا عضو مجلس اداره الاتحاد الاقليمي للجامعات بالجيزه، فالاتحاد بيضم كل جامعات الجيزه. هنبدا برضه ندور على جمعيه نشطه كمان تقدر تنفذ معانا المشروع. هنقدر نستعين كده هناك لينا اعضاء مجالس، ويعني ان شاء الله مساله التسهيل وتنفيذ المشروع هنحاول نتحرك فيه بخطوات ثابته. احنا جايين من الصبح هنا والجو ساقع جدا، عندر زيرو، انا تلجت والمكان كان المفروض يبقى مجهز يعني اماكن مغلقه لو الدنيا ليلت حد يعني اماكن تدفئه. الجو ساقع جدا جدا جدا. انا هنا من بدري قوي للاسف الوقت عدى ده not on time. ما اعرفش العيب المشكله في مين بالظبط، بس I have to go. الدنيا برد جدا والدنيا ضلمه جدا، ف I have to go لان عندي حاجات لازم اعملها يعني، والسكه لسه بعيده قوي. ف I'm sorry يعني انا كان المفروض نبتدي الساعه 2 ونخلص 7، دلوقتي الساعه 6 الا ربع ولسه ما فيش حاجه حصلت. صور للأطفال بين كل واحد من دول كان ليه حلم معين، يقول لك أنا عايزة أكون دكتور، عايزة أشتغل، عايزة أبقى مهندس، واحد قال لي عايزة أتجوز. صور الأولاد هنا، الأولاد لأنه رمز رمز طيب. المعاناة يعني إذا الأهل عانوا فحرام الأولاد يرجعوا يعانوا من أول وجديد يعني. المستقبل. يعني هم المستقبل. لا وحرام بتلاقي إنه حلمهم إنه يروحوا على المدرسة يعني. سبحان الله بتلاقي أولاد الله رزق أهلهم ومعهم مصاري بس هن ما بدهم يروحوا على المدرسة. طبعا إحنا قررنا نعمل الحفل بأفضل ما يكون، قررنا نعمله خارجي، اضطرينا ننقل الحفل من 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 الخارج بسبب يعني التكنيكال بروبلمز والبرد ويعني مشاكل حصلت كثيره منعت علينا الموضوع، فاضطرينا ننقله داخلي في مكان صغير جدا ما يشيل كل الناس اللي عندنا، ما في اي بروجيكتور، ما في اي شيء، لابتوب صغير ناس تتفرج على الفيديو اللي تعبنا عليه وسويناه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اولا احنا حبينا نعمل حفل طبعا يليق بمقامكم وبرقيكم، لكن للاسف يعني هو جهز بس احنا وقتكم غالي عندنا وما نقدر نتاخر عليكم اكثر من كده، فاحنا لازم نبدا. هو
بحب رهيب سالم، بحب بدعالي عبد العيد. عايز اروح المدرسه وابقى دكتوره وابقى اساعدهم، بس لكن انا عندي عيالي مش متعلمين عشان ما فيش مقدره ان انا اعلمهم. ابوهم مات وانا ما عنديش مقدره ان انا اعلم ولادي. ثلاث بنات واربع صبيان مش متعلمين، غلابه بياكلوا بيجروا على اكل عيشهم. طلعت بناتي من المدرسه عشان الطريق وحش. عاوزه اتعلم عشان اعلم بنتي بناتي الاثنين. بنتي لما بتيجي تقول لي يا ماما ذاكري ما بعرفش اذاكر لها. يجي ساعة على ما نوصل المدرسة فاحنا سيبنا المدرسة عشان خاطر، والأساتذة بتضربنا لما نتأخر. والأساتذة بتضربنا لما نتأخر، ونقول لهم بيتنا بعيد ما يصدقوا، ما يسجلوناش، ما كملوش المشوار بعيد عليهم، ولا فيش مقدرة ان يكمل. بتاخد يجي ساعة ونص ولا ساعتين في الطريق. نفسي أركع المدرسة، نفسي أركع المدرسة. بروح بنزل الترعة طويلة هناك كده. محدش قال لكم انها بتجيب الهريسيا؟ لا محدش قال لنا، هي بتجيبش هريسيا اصلا. لما يكون واحدة مريضة زي انا عندها السكر ولا الضغط على بال ما توصل المستشفى كل مات. اما يكون حد مريض بنشوف له مكنة عاجلة اي حاجة نوديه لأي اي منطقة، بلد ناهية، قنبرة، البراجيل. بنت عندها ازمة صدري، ولما بتتعب مني يعني لو شمت دخان تعبت من اي حاجه ما بعرفش اجري بيها وما بعرفش اكشف عليها لما تصحى تاني يوم الصبح واروح اوديها الصبح. ما بعيا بروح الدكتور بعيد قوي. ما فيش وحده صحيه ولا في ميه ولا في اي ولا في مدرسه ولا في اي حاجه من الكلام ده. اكتر لبن الحمد لله ورضى على اللي جبه ربنا الحمد لله، ربنا يغناها بالحلال ويكفيك شر المرة. لو الراجل بتاع المية مجاش قعد ينام مجاش، احنا بنقعد يومين من غير المية، نضطر نشرب من المية الملحة اللي عندنا من الترمة مصورة. نفسكم تجيبوا لنا المية بس بتجيب لنا مية مكررة بنشتريها بالفلوس، هنعمل ايه؟ ولا حول ولا قوة، ولا حد يعرف يجيب لنا مية مكررة نشرب منها زي العالم، ولا عايشين زي الناس. بنفطر حليب ودحي وقرص. وبتتغدوا ايه؟ بيتغدوا حليب وقرص ودحي. وبتعشوا ايه؟ حليب وقرص ودحي. الناس الاغنيه وبحب الدنيا كلها وبحب المسلمين كلها، يعني مش انا مسلمه وما حد بالله، احب المسلمين كلها. نفسي كتاب عشان يجيب لنا حاجات حلوه. والله نفسي ان الناس احنا كويسين يعني على قدنا، بس نفسنا الناس الغنيه تيجي تزورنا واحنا مرحبا بهم، ناكلهم ونشربهم برضه ونحس بس ان احنا ناس في وسط الناس. عايزين مراجيح وعايزين لعب نلعب هنا، مش حتة مش لازم لما نكون عايزين نأجر عجل نروح في أي بلد تاني نروح نلعب في عجل ومراجيح. عاوزين هنا مدارس، عاوزين وحدة صحية، عاوزين فرن عيش. نفسي نحس ان احنا عايشين زي البني ادمين. عايزة اطلع دكتورة واساعد ابويا واساعد امي واساعد ابويا واساعد امي.